مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج عادات الصحه. النهارده هنتكلم عن تجميل الاسنان. طبعا كلنا بنهتم بشكل ضحكتنا تبقى ازاي، وبنهتم ان يبقى منظرها شكله كويس او تبقى متساويه او تبقى بيضه. النهارده هيرد علينا وعليكم دكتور احمد رمزي، اخصائي طب الفم والاسنان. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد اني اكون معاك النهارده. ربنا يخليك يا دكتور. منتظرين اتصالاتكم على الارقام اللي هتظهر حالا على الشاشه. دكتور، طبعا كلنا بنهتم بيبقى شكل اسناننا كويس، تبقى متساويه، تبقى بيضه، ما بيبقاش فيها تعوجات او الضب والحاجات دي كلها. ايه افضل طريقه ان انا اخلي ضحكتي شكلها كويس؟ بص حضرتك، افضل طريقه بتعتمد على نوع المشكله اللي عند المريض، بمعنى ان لو في مثلا فراغات او سبيسنج بين سنانه، الاحسن ان احنا نعتمد على تقويم. لو في المشكله ان سنان غامقه شويه، نبيض الاسنان. لكن الطريقة الأشمل لتغيير شكل الضحكة هي دايما التركيبات، لأنها تقدر تحل أي نوع من أنواع المشاكل. وده الترند اللي ماشي عامة في اليومين دولت، اللي هي منطلق أو مصطلح الهوليوود سمايل. التركيبات اللي هي الكراونز زي ما بيقولوها. بالظبط بالظبط، الكراونز ديت عبارة عن تركيبة بتغطي السنة بكل أبعادها، قدام ورا من الجنبين. فكرتها قد تكون تجميليه في بعض الاحيان، وقد تكون طبيه، زي مثلا في حالات لما واحد يكون عامل علاج عصب والسنه بتاعته تكون ضعيفه او مكسوره جامد، بتتغطى بالتركيبه ديت بحيث انها نحافظ عليها وبالتالي برضو تديها شكل جمالي. هل التركيبات بتنفع لكل الحالات ولا في حالات معينه ما ينفعش مع التركيبات يا دكتور؟ كل السنان ينفع لها تركيبات، بشرط ان يكون السن اللي هيتحط عليها التركيبه بصحه كويسه، بمعنى ما تكونش مكسوره مشروخه، الجدر بتاعها يكون كويس عشان تقدر تستحمل وجود التركيبه عليها. طيب ايه الفرق بين التركيبات يا دكتور والفينيرز؟ الفينيرز نوع من انواع التركيبات، تختلف عن الكراون اللي حضرتك سالتيني عليه من دقيقه في كميه او الشكل بتاع التركيبه، بمعنى الكراون زي ما وضحت لحضرتك بتغطي السنه بكل ابعادها، من امام ومن خلف ومن الجنبين، انما الفينيرز هي بتغطي الجهه الاماميه بس من السنه اللي هي باينه في الابتسامه. ده الفرق المين ما بينهم. الحاجه الثانيه ان الفينيرز بتبقى اقل سمكا شويه من الكراون. انهي احسن يا دكتور؟ لما مريض بيجي لك عايز يخلي شكل ضحكته كويس، تختار له ايه؟ هي بتعتمد برضو على المشكله اللي عنده، بمعنى لو المشكله عنده مجرد في اللون او في طول السنان او انها مش متساويه قوي، بنلجا للفينيرز، لان ما بنضطرش ان احنا نبرد كتير من السنان عشان نحطها، لان هي مجرد بتغطي الجهه الاماميه بس. عشان سهل الامر على المشاهدين برضو، هي نفس فكره الضوافر الصناعيه، لاير بتتحط على سطح السنان تديها اللون والشكل اللي احنا عايزينه. في بعض الحالات ما بينفعش ان احنا نستخدم الفينيرز لو كانت السنان زي ما شرحت لحضرتك في البدايه بعيده قوي عن بعضها، ففي فراغات كبيره قوي بينها وبين السنان، لازم تمليها بحاجه تكون قويه علشان ما تتكسرش مع الاستخدام. ساعتها بنلجا للكراونز بدل الفينيرز. انما في الظروف الطبيعيه ان السنان مجرد مشكله في اللون او في الزاويه بسيطه متغيره او ما الى ذلك، بنلجا للفينيرز احسن. طب بيبقى في ناس بتركب زي عدسات لازقه للسنان يا دكتور، بيركبوها بيشيلوها، دي كويسه يا دكتور؟ هي قول لحضرتك حاجه، الفينيرز دايما مفيش ان احنا نركبها ونشيلها، هي لسببين. السبب الاول ان احنا عشان نركبها ويبقى شكلها حلو بنبرد جزء بسيط جدا من السنان، القيمه بتاعه التركيبه اللي احنا هنحطها، يعني هي سمكها بيتراوح من السدس لغايه تمن من الملي، اوكي؟ فالقيمه بتاعتها احنا بنبردها من على سطح السنان. فبعد كده لو شلت الفينيرز هيبقى سنان مبروده، هيبقى شكلها مش حلو، اوكي؟ الحاجه الثانيه ان اللزق بتاعها قوي جدا جدا، فلما بتتلزق ما ينفعش انها تتشال، اوكي؟ لدرجه ان احنا لو عايزين نغيرها لاي سبب من الاسباب هنضطر نكسر الفينير من نفسه من على السن عشان نعرف نشيله، فهي ما بتتشالش. في حاجه ثانيه بتتشال وتتحط اسمها سناب اون، ده ممكن الناس تختلط عليها الامر مع الفينير شويه، لكن هو امر مختلف تماما. ايه السناب اون يا دكتور؟ السناب اون ده حضرتك طبقه بتتلزق او مش بتتلزق، بتتحط كبس على سطح السنان، يعني مجرد ان احنا بناخد مقاس للسنان من غير برد من غير اي حاجه، وبنعمل زي تغطيه كامله للسنان كلها، بتتحط وتتشال زي كليبس. ايه الفرق بينها وبين الفينيرز؟ انها اولا متصله، مش كل سنه لوحدها، يعني بيبقى الطقم ده كله متصل ببعضه، وما بيعتمدش على لزق، هو بيعتمد مجرد على تفريغ الهواء والكبس. جميل. الحاجه الثانيه ان هو بما ان احنا ما بنبردش من سطح السنان، فسمكه بيضاف لسمك السنه، فالسنه بتبقى ادخن شويه عن الليفل العادي اللي احنا متعودين عليه. الحاجه اللي بعد كده وهي الاهم، السناب اون علشان هو حاجه مش ملزوقه،
ما بينفعش ان احنا نستخدمها في الاكل وما الى ذلك، هي مجرد شكل للصور للمناسبات وكده، انما ما بتتعامليش معاها المعامله الطبيعيه بتاعت الاسنان، على عكس الفينيرز اللي بتتعاملي اكنك سنانك طبيعيه جدا ومش يعني باكل واشرب بيها يا دكتور ولا برضو لا؟ الفينيرز سناب اون لا، تشربي بيها ما تاكليش. طب معنا اتصال يا دكتور؟ اكيد. معنا احمد، مساء الخير يا احمد. احمد مساء الخير. الو. ايوه. الو ايوه انا. اتفضل. حاول تتصل بينا تاني يا احمد، شكرا لاتصالك. طيب دكتور، التركيبات والفينيرز ليهم عمر افتراضي؟ يعني ممكن بعد شويه احس بالم في اسناني فاجي لحضرتك؟ اوكي، ده بيتوقف هم عاملين صح ولا غلط. المفروض لو الفينيرز والتركيبات معموله بطريقه صحيحه ما تعانيش من اي مشاكل منهم، بالعكس كل المعامل المحترمه اللي احنا بنتعامل معاها بتدي لحضرتك ضمان على الفينيرز بتاعتهم ديت او التركيبات اللي هي عاملاها ضد عيوب الصنع في الكسر وما الى ذلك. انا مش بتكلم على التركيبات، انا بتكلم على اسناني الاصليه او اللثه. ما هي طول ما الفينيرز معموله كويسه او التركيبات معموله كويسه لا خالص، بالعكس ده اسنانك ما ينفعش انها تسوس لان هي متغطيه بحاجه، فهتسوس منين؟ ده بشرط انها تكون معموله بطريقه كويسه. انما لو في قصور في تحضير التركيبه ديت، يعني السنان مش مبروده كويس، في فراغ بين التركيبه وبين السنه ما الى ذلك، ممكن يؤدي ان بكتيريا او سلايفا او اي حاجه تتوغل لتحت التركيبه وتعمل لك مشاكل. لكن لو معموله بالطريقه الصح المفروض السنان ديت تتعايشي بيها عمرك كله من غير اي مشاكل. هل التركيبات ليها انواع معينه يا دكتور؟ يعني في جوده كويسه او في درجه احسن؟ اكيد اكيد، الموضوع بيختلف على اكتر من صعيد. اولا في الماتيريالز المستخدمه، التركيبات ليها ثلاثه ماتيريالز اساسيين، البورسلان والزيركونيا والايماكس. البورسلان ده هو اقدم نوع من انواع التركيبات، بيبقى لاير بورسلان او طبقه بورسلان تحتيها طبقه حديد، طبقه الحديد ما بتبقاش ظاهره بس بتبقى موجوده جوه كنوع من الدعامه او تدعيم، لان البورسلان لوحده ضعيف جدا ممكن مع الاستخدام يتكسر او يتشرخ، فبيحطوا الحديد ده تحتيه بحيث انها تديها قوه اكتر شويه. عملوا بعديها حاجه اسمها زيركونيا، زيركونيا بتبقى اقوى كماده من البورسلان فما بتحتاجش تدعيم من حديد او اي حاجه، بتبقى هي لوحدها قويه كفايه انها تستحمل المضغ والاستخدام اليومي بتاعنا. عملوا بعديها حاجة اسمها الإيماكس، الإيماكس ميزتها إن هي بتبقى رفيعة جدا فتقدري تعملي بيها الفينيرز، ومن صدور الإيماكس بدأوا يعملوا موضوع الفينيرز أو القشرة اللي بتحط على سطح الأسنان. ديت الأنواع بتاعة الخامات اللي هنستخدمها، كل خامة منهم في منها العالي وفي منها القليل على حسب المعمل اللي احنا بنتعامل معاه جودته عاملة إزاي. المعامل الكويسة بتجيب خامات بجودة عالية، المعامل النص نص بتجيب خامات أقل، وده بيفرق في سعر التركيبة. لكن دايما أنا بنصح أي حد إن هو لما يروح للدكتور يتأكد إن هو بيتعامل مع معمل كويس، ما يتغرش بسعر القليل، لأن سعر قليل قوي أقل من سعر السوق بكتير ده معناه إن هو دكتور بيتعامل مع معمل إلى حد ما مش أقوى حاجة في الدنيا، فهيديله حاجة شكلها حلو بس مش هتعمر معاه بالشكل المفروض. أي معمل محترم المفروض بيدي حاجة ضمان على الحاجة اللي هو بيركبها بس. طب يعني الموضوع كله في ايد المعمل اكتر من الدكتور شخصيا؟ التحضير بتاع السنه والمقاس في ايد الدكتور، الخامه اللي بتتسلم بيها الحاله بايد المعمل، واي دكتور بيشتغل بطريقه كويسه اكيد هيبقى همه ان يتعامل مع معمل بيشتغل بطريقه كويسه عشان ما يضيعش التعب اللي هو تعبه في العياده. طب دكتور، هل برضو من ضمن التجميل تقويم الاسنان؟ طبعا طبعا. التجميل يعني مصطلح بيطلق، او الهوليوود سمايل حتى مصطلح بيطلق على اي حاجه احنا بنستخدمها علشان نغير شكل الابتسامه بطريقه جذريه. منها طبعا التقويم، والتقويم من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بصفه شخصيه لان هي ملهاش اي اضرار ومفيش اي اجريشن على السنان. بمعنى عشان حضرتك تعملي تركيبه سواء في سنه واحده او في اكتر من سنه لحل اي مشكله في الابتسامه بتضطري تبردي من السنان، ما فيهاش ضرر لكن فيها ان انت بتبرودي سنان صحيه وما فيهاش حاجه. هي مش مستخدمه يا دكتور؟ مش مستخدمه، بس يعني لو في طريقه انك تظبطي المشكله اللي عند حضرتك من غير ما تبرديها يبقى اني احسن. اكيد ان انت تظبطي المشكله من غير ما تبرديها، هنا دور التقويم هو بيعدل. اتفضلي. استاذنك ناخد اتصال ونرجع نتكلم عن التقويم. استاذ ربيع مساء الخير. السلام عليكم. استاذنك الاول توطي التلفزيون بعد اذنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي. سناني يعني طلع بعضها واسع كده.
معاك يا فندم، اتفضل. يعني بين السنه والسنه فارق كده واحيل عن بعض، ده حل يعني؟ اكيد اكيد ليها حل. طب شكرا لاتصالك، والدكتور هيرد على حضرتك حالا. اوكي، سبحان الله بيتصل وبيسال على الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. افضل حل للموضوع المسافات اللي بين السنين هو التقويم. زي ما قلت لحضرتك، عشان تحلي الموضوع ده عن طريق تركيبات هتضطر انك تبرد السنان كلها علشان تحط عليها تركيبه تقفل الفراغات دي. ممكن تحليها بطريقه ابسط بكتير جدا، ان انت تستخدمي تقويم يقرب السنان لبعضها من غير ما تحتاج انك تبردي او تعملي اي حاجه فيها اجريشن او عداء على سطح الاسنان. انا دايما بفضل التقويم لو العيان عنده الاستعداد ان هو يخلي وقت العلاج طويل شويه. ده العيب الوحيد اللي في التقويم، ان احنا بنضطر ان احنا نلبس فتره طويله. حلو يا دكتور. يعني هي الفكره ان بنستحمل الشكل المش محبب ده فتره طويله، هي طوال فتره العلاج من سنه سنه ونص ده. لكن انا دايما بقول يعني، او دي قناعتي الشخصيه، ان الواحد يستحمل سنه بشكل مش محبب ليه قوي ويعيش باقي حياته بالشكل المفضل ليه، احسن بكتير قوي ان هو يتنازل ويعيش حياته كلها بشكل هو مش عاجبه. الفكره برضو ان مروحنا للدكتور السنان بياخد وقت عقبال لما ابدا اجمل شكل سناني، صح يا دكتور؟ اكيد اكيد. الاول معانا اتصال برضو بقاله فتره معانا. معانا احمد، مساء الخير يا احمد. لا ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز استفسر بس على حاجه من الدكتور لو سمحتي. اتفضل الدكتور مع حضرتك. دلوقتي انا كنت بعمل حشو عصب، وبعدين الدكتور اللي بيعمل لي حشو عصب كسر جنب الضرس وعطى لي حشو مؤقت وحشو حشو عصب وحشو مؤقت وحشو مستديم. فطبعا الحشو كمان جنب الضرس ما واقع، فالحشو وقع، فاضطريت طبعا رحت له تاني. قام جاي قال لي لازم نركب مسمار، فركبت دلوقتي مسمار وعليه حشو، فانا ما اعرفش ايه وضعه ده. طيب في سؤال تاني عندك؟ لا هو ده بس. طب شكرا لاتصالك، والدكتور هيرد عليك حالا. هو الامر بسيط جدا، انا بس هشرحه باستفاضه شويه، لان الناس كتير بتحس ان ديت مشكله او قصور من عند الدكتور. لا خالص. خلينا نشرح مبدئيا ايه هو علاج العصب ده. السنه مكونه من ثلاث طبقات، طبقه المينا اللي هي الطبقه البيضاء اللي احنا شايفينها بره ديت، تحتيها طبقه اسمها العاج وتحتيها العصب. حلو. اول ما بيبدا التسوس بيبدا في طبقه المينا وبيبدا يتوغل اكتر واكتر لغايه ما يوصل العصب، ساعتها بنحس بالم كبير وبنروح للدكتور وبيبدا ان هو يشتغل. طريقه علاج الدكتور في الوضع ده ان هو بيبدا يفتح القناه العصبيه عشان يقدر يشتغل فيها، وبيشيل التسوس اللي موجود في السن اللي هو عاده بدل ما وصل للعصب بيبقى كتير جدا واكل كتير جدا من السن، فالسن نفسها بتبقى ضعيفه. زيدي على كده ان حضرتك لما بتشيل العصب السنه بتبقى اضعف واضعف، لان مع العصب بيتشال الشعيرات الدمويه اللي بتودي الغذاء للسنه، فبتبقى قابله جدا للكسر. علاج العصب عاده لو الناس شغاله بالنظام الكلاسيك بياخد عده جلسات. طبعا في انظمه متطوره دلوقتي ناس كتير قوي شغاله بيها ان بتخلي علاج العصب في جلسه واحده بس. لو هنتكلم لو واحد شغال بالنظام الكلاسيك، لا هي بتاخد اكتر من جلسه. في خلال الجلسات ديت هو اكيد بيحط حشو مؤقت علشان يقدر ان هو يفتح ويكمل شغله. اوكي، خلص شغله بيتفضل ان احنا نحشي الجزء اللي كان فيه تسوس اللي احنا شلناه من السنه. الفراغ الكبير ده ما ينفعش ان هو يتحشي بحشو عادي، لان مع الوقت هيتكسر، لان المتبقي من السنه قليل قوي، زاد ان السنه اصلا بقت ضعيفه بسبب ان احنا شلنا منها العصب بتاعها، فبنضطر ان احنا نغطيها بطربوش، وده الاستخدام الطبي اللي وضحته لحضرتك للطرابيش في اول الحلقه. ايه قصة المسمار عشان الاسم يخض شوية؟ هو حاجة بسيطة جدا، احنا ديت سنة مفروض ان احنا بنحشيها ومتاكل منها جزء كبير قوي، فاحنا عايزين نرممها عشان نحط عليها الطربوش. طب تترمم ازاي؟ ده مفيش حاجة الحشو يمسك فيها، فبنحط زي دعامة طلع من حشو العصب اللي احنا عملناه زي الاساس بتاع العمارة كده بالظبط، زي الخرسانة، ونقوم حاطين عليها الحشو زي الاسمنت وبعدين نغطيهم كلهم بالطربوش. فده امر عادي ومش قصور من عند الطبيب اللي بيعالجه خالص. طيب معانا اتصال تاني يا دكتور. معانا احمد، مساء الخير يا احمد. الو. ايوه يا، انا عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل الدكتور مع حضرتك. اتفضل يا فندم. يا انا دكتور سناني بتقع بس ما بتطلعش تاني. اوكي طيب. طب في سؤال تاني عندك؟ هسأله بس. لا شكرا. في طب استنى الدكتور عايز يسألك على حاجة. في سكر يا فندم أو أي حاجة؟ بتعاني من سكر أو من اي مشكله صحيه؟ لا لا. تمام. طيب الدكتور هيرد عليك حالا.
بص حضرتك، في سببين اساسيين لان السنان تبقى ضعيفه وتبدا تتلخلخ وتقع. اولا يكون في سكر والمريض مش واخد باله منه، يعني بيسيبه يعلى قوي عليه، ده بيخلي منسوب العظم اللي حوالين السنان يتاكل والسنان تبدا تبقى لوس وبعدين تبدا تقع. الحاجه الثانيه اللي ممكن تسبب الموضوع ده هو تراكم الجير، وديت حاجه ناس كتير جدا مش مقدره مدى خطورتها. الناس فاكره ان الجير مجرد بيعمل شكل وحش في الاسنان او بيغمق اللون، لا، هو خطورته اصعب من كده بكتير جدا. الجير لما يتراكم بين كميه كبيره بيبدا يبعد او يقلل منسوب اللثه ويبعد اللثه عن السنان. اللثه اول ما منسوبها يقل بيتبعها على طول العظم، كل ما العظم منسوب ينزل كل ما كميه السنان الممسوكه بستراكشر خارجي اللي هو العظم تبقى اقل فاقل فاقل لغايه ما تبقى سايبه وتبدا انها تقع. فبما ان المتصل ما كانش عنده اي مشكله في السكر او ما الى ذلك، غالبا المشكله الاساسيه اللي بتخلي سنانه تتلخلخ وتقع هو تراكم الجير فترات طويله من غير الازاله. المفروض الصح الجير ده يتشال مره كل 6 شهور عشان نمنع ان اي مضاعفات تحصل بسبب وجوده. طب دكتور، نرجع موضوع حلقتنا النهارده. التركيبات يا دكتور، في 3 انواع زي ما حضرتك قلت، بتختار للمريض التركيبه اللي تناسبه ولا هو اللي المريض اللي بيختارها؟ ولو في طبعا صور ممكن نعرضها يا ريت. اكيد اكيد يا فندم. طبعا اول هام بنشوف ايه اللي يناسب المريض. في بعض الحالات ما بينفعش للمريض غير انواع معينه من التركيبات، ساعتها انا اللي بضطر ان اختار. لكن لو ينفع له كل الانواع بسيب الخيار ليه. الحالات اللي بتخليني ما اقدرش، مثلا احنا ممكن نعرض صور لو حضرتك لو في صور كنترول روم هيعرضها دلوقتي حالا. الانواع التركيبات اللي بتنفع لحاجات صور معانا يا دكتور. اوكي، ده مثلا الاي ماكس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من فتره. في الحالة ديت مفيش أي مشاكل إن احنا نستخدم إي ماكس لأن السنان كلها موجودة. في حالة إن في واحدة من السنان ديت مش موجودة هنضطر نعمل حاجة اسمها كوبري. كوبري ده هو تركيبة ثلاثية بتتصل من سنة موجودة لسنة موجودة وتملى الفراغ الفاضي اللي في النص. الإي ماكس ما نقدرش نستخدمه في الموضوع ده لأنه عشان رقيق قوي أو صغير في السمك قوي، فما نقدرش نستخدمه عشان يملى فراغ كبير للدرجة دي. في الحالة ديت نقدر نستخدم إي ماكس عشان كل السنان موجودة، لكن لو في أحد السنان ديت ما كانتش موجودة ما كناش هنقدر نستخدم الإي ماكس ده. يعني برضو الإي ماكس ليه حالات معينة. طبعا طبعا طبعا. النوع التاني إيه يا دكتور؟ ممكن نشوف صورة بعد دي. اوكي، ديت زي ما حضرتك شايفه في سنه ناقصه في النص، فمش هقدر ان انا استخدم لها الاي ماكس لان انا محتاج اعمل كوبري. زي ما شرحت لحضرتك تركيبه بتتصل من السنه ديت للسنه دي، فالاي ماكس مش هيبقى مجدي قوي في الحاله ديت. فلما نستخدم بورسلان لو مدعم بالحديد من تحت، يا اما نستخدم الزركون. في الحاله ديت احنا مستخدمين بورسلان. الحاله الثالثه بقى يا دكتور. اوكي، ده الزركونيا. نفس الفكرة، حضرتك خدت بالك في سنان مش موجودة أو في سنة موجودة ورا لكن مش هننفع نستخدمها في التركيبة لأن هي طالعة ناحية سقف الحلق قوي فتشالت. فطبعا في مساحة فاضية فمش هنقدر برضو نستخدم الإي ماكس، فبنستخدم الزركون بديل ليه. فكرة إن احنا نستخدم بورسلين أو زركون ده راجع للمريض، لأن الزركون مكلف أكتر من بورسلين شوية. طب الوقت عشان أعدل سنين يا دكتور بياخد وقت قد إيه؟ الموضوع طبعا في تباين على حسب الدكتور بيشتغل، يعني في حد ممكن يعمل الجلسات على فترات طويله وممكن حد يزنق لك جلسات شويه، لكن لو حد ما عندوش مشكله ان هو يشتغل لك جلسه كبيره مره واحده، الموضوع بيحتاج زيارتين مش اكتر من كده. زيارتين ويخلص اسنانه ده كل السنان، سواء بغض النظر عن عدد السنان اللي هو هيعملهم، لكن بتبقى زيارات مطوله في الوقت شويه. يعني بنتكلم لو احنا بنتكلم حاله زي اللي فاتت ديت غير مثلا 18 سنه، فاحنا بنتكلم 5 ساعات مثلا يخلص بقه كله والمره اللي بعديها يرجع. هو بيغير الحاجات اللي باينه بس من سنانه صح؟ ده امر راجع ليه برضه. يعني ممكن حضرتك الميك اوفر ديت تبقى حاجه للسنان اللي باينه بس، وفي ناس بتقول لك لا، ما انا ممكن لو عندي اي مشكله تانية اخلص كله بالمره، وده ممكن يتعمل برضه في نفس الجلسه. طب دكتور، حضرتك كنت بتتكلم على مرض السكر بيأثر على السنان او التركيبات. اكيد. هل مريض السكر ما ينفعش يعمل تركيبات زي كده يا دكتور؟ بص حضرتك، هي ملهاش دعوه بينفع وما ينفعش، هو ينفع لكن هي مش هتعمر لان الجذور نفسها هتقع زي ما الجذور بتاعتك. دكتور في صور برضه اللي موجوده لسه قدامنا. ده المنيرس حضرتك، ده الاي ماكس. شوفي الرفع بتاعه، السمك بتاعه رفيع جدا، يعني في الصوره ديت هو 6.1 مللي، فبنقدر ان احنا نحط الطبقه الرفيعه ديت فوق سطح السنان من غير ما يبان ان السنه سميكه او تخينه.
فده الفينير، ده الفينير اللي كنا اتكلمنا عنه. ما بيعملش ضب يا دكتور؟ لا خالص، لان حتى القيمه البسيطه جدا اللي احنا بنضيفها ديت احنا بنشيلها اصلا من على سطح السنه، يعني هو 6 من 10 من الملي، احنا بنشيل 6 من 10 من الملي دولت من سطح السنه، فلما بتحطيه بيبقى كن السنه بنفس السمك اللي بداتي عليه، فما بيبقاش فيه اي فرق بالعكس. بس في ناس بتبقى عندها وبتحس فيها ضب في بقها، قصور في اما المعمل يا اما الطبيب اللي اشتغل الحاله، لان المفروض المعمل ما يعملش الفينير او التركيبه بسمك كبير اكتر من اللي احنا قلنا عليه ده، والمفروض ان الدكتور يبقى بارد السنان على قد السمك ده بالظبط، لو الدكتور بارد السنان برينج اقل بيبقى باين الضب ده، لان بتضاف السمك على سمك السنه، لكن لو احنا باردين بطريقه مظبوطه والمعمل صابب بطريقه مظبوطه الموضوع ما بيبقاش باين خالص. ممكن اي شخص اي كان عمره يعمل تركيبات يا دكتور والهولي سمايل؟ اكيد، بس عم بفضل يكون حد يعني خلاص خلص النمو بتاعه، يعني انا ما بشتغلهاش الاطفال الصراحه، لازم يكون خلص النمو بتاعه بحيث ان شكل فكه وشكل اسنانه يبقى ده الشكل اللي هيعيش بيه بقيه حياته، لان في فتره النمو جايز شكل الفك يتغير ينمو شويه كمان، فتلاقي في تباين بدا يحصل تاني في السنان بعدت عن بعضها قربت لبعضها، فاحنا بننتظر لغايه ما النمو يتوقف خالص خالص وبعدين بنحط التركيبات بتاعتنا، لان المفروض حاجه بتفضل معانا بقيه العمر فلازم تبقى معموله بالطريقه الصح. طب حضرتك كنت بتتكلم معانا في اول حلقه دلوقتي ان التقويم حضرتك بتفضله اكتر من هوليد سمايل. اكيد. طيب بالنسبه للتقويم يا دكتور هل برضو ليه انواع؟ طبعا ليه انواع. في النوع الكلاسيك اللي هو بيبقى بيتلزق مربعات حديد على سطح السنه، مربعات الحديد دي بيتحط عليها سلك حديد، ده بنستخدم من غير برد صح؟ نعم، فمن غير برد خالص طبعا، بيتلزق عليه سلك حديد، السلك ده بيعمل فورس او ضغط معين على السنان على حسب التوجه اللي احنا عايزينه، عشان يا اما يقربها من بعضها يا اما يبعدها عن بعضها، يطلعها قدام يرجعها ورا حسب الرغبه وحسب المشكله اللي عندنا، ده النوع الكلاسيك وده افضل الانواع الموجوده حتى الان. هم عملوا بعد كده كذا نوع تاني لكن ده افضلهم واكثرهم انجازا في الوقت واكثرهم يعني اكتر حاجه بتطلع نتيجه كويسه. النوع كلاسيك ده الانواع كلها بتقعد برضو سنه ونص يا دكتور؟ بالعكس، ده هو ده اكتر واحد بياخد بيقلل الوقت. في انواع اللي بعد كده في زيه بالظبط، لكن بدل ما بنستخدم البراكتس دي تبقى حديد، في منها تبقى شفافه تبقى بلاستيكيه وشفافه، لكن الفورس بتاعتها بتبقى اقل من الحديد فبتاخد وقت اكتر نسبيا، مش اكتر بكتير بس يعني شهرين مثلا زياده، ده غير انها مكلفه اكتر. النوع الثالث دي حاجه لسه ريسنت جدا بقى لهم 4 5 سنين شغالين بيها، اللي هو تقويم شفاف تماما، ده بيبقى حاجه بتتلبس على سطح الاسنان شفافه من بعيد ما احسش ان حضرتك لابسه اي حاجه خالص في على اسنانك، وبنغيرها كل شهر نحط واحده اضيق وبعدين الشهر اللي بعدين نحط واحده اضيق لغايه ما ترجع السنان للوضع اللي احنا عايزينه. دي اكتر حاجه انا ما افضلهاش، لان هي غير انها مكلفه ما بتوصلناش النتيجه اللي احنا عايزينها خالص خالص، ولا حتى نص النتيجه بتاعت التقويم الكلاسيك، بتاخد وقت اكتر بكتير جدا، وبتعمل حاجه اسمها ريلابس، يعني بعد ما بتخلصي وارد جدا تلاقي سنان بدات ترجع تاني للوضع الاساسي بتاعها. فاديت انا ما بنصحش بيها خالص، بنصح اي حد هيعمل تقويم يعمل التقويم العادي كلاسيك، يستحمل السنه او سنه ونص ويعيش بقى حياته بشكل السنان اللي هو المفضل ليه من غير ما يبقى متنازل او جاي على نفسه في حاجه. طب ايه يا دكتور اضرار التركيبات يا دكتور؟ طبعا كل حاجه في الدنيا ليها اضرار. اكيد اكيد. بص حضرتك، اضرارها ان هي وانس انها اتعملت، او ده الضرر الاساسي او المين، وانس انها اتعملت مفيش رجوع، بمعنى احنا بردنا السنان جيت حضرتك في وقت من الاوقات انا مش عايزه ابقى لابسه فينير ولا عايزه ابقى حاطه كراون، مفيش حاجه اسمها كده، احنا هنشيلها تبقى اسنان مبروده، هتضطري ان حضرتك بقيت عمرك تتعايشي مع وجود تركيبه. It's a lifelong commitment، هو التزام مدى الحياه، وانس ان احنا اخذنا قرار ان احنا نعمل كده مش هنقدر ان احنا نرجع فيه او نقول لا احنا مش عايزين وجوده. لكن كاضرار فعليه عليكي مفيش اي حاجه خالص ما دام معمول بالطريقه الصح. ناس كتير بتشتكي من وجود تركيبات عندهم بتعمل لهم طعم وحش او بيحسوا بالام تحتيها او التهابات في اللثه، يغيروها ويحطوا تركيبه مظبوطه.
يعني ما هو حضرتك قلت ما ينفعش يغيروها، ما ينفعش يشيلوها خالص. لا لا، ينفع يشيلوه يعني، ينفع يشيلوها ويحطوا تركيبه بدلها، لازم تركيبه بدلها، لازم تركيبه بدلها، ان من غيرها سنانها تبقى مبروده، سنانها لما تتبردي بحجمها صغير شكلها مش حلو. فوانس ان حضرتك اخدتي التزام بوجود تركيبه، هتضطري طول حياتك تتعايشي مع وجود تركيبه، مش لازم تكون هي هي. لو هي فيها مشكله تتغير، بس يتحط مكانها تركيبه ثانيه، مش هينفع نستغنى عن التركيبات خالص. طيب معانا دكتور اتصال. اكيد. سماح، مساء الخير يا سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم الدكتور؟ سماح. الدكتور معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور، اهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور انا عندي، اهلا بيك، انا عندي اسناني بتحرق. اوكي. بعد كده بتفرك كده، ما اعرفش ايه السبب ده. انا مش سامع حضرتك تاني. حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه بعد اذنك؟ بقول لك يا دكتور انا عندي اسناني بتحرقني. اوكي. تمام؟ بتفرك، ما اعرفش يعني، ببص كده من مع السن من تحت بلاقيها زي مكسوره، زي متفتته كده. تمام. فما خايفه الحكايه دي تستمر معايا، ما اعرفش. هل ده شيء معمم في اسنان كلها ولا في سنه معينه او منطقه معينه من الفم؟ لا يا دكتور، في الاسنان اللي قدام بس. الاسنان اللي قدام. من الجهه الخلفيه عند اللسان اكتر؟ اه يا دكتور، عند اللسان اكتر. تمام يا فندم، اوكي اوكي. الدكتور هيرد عليكي حالا يا سماح، شكرا لاتصالك. اللي هي بتشتكي منه ده هو تراكم جير كتير على سطح الاسنان. ايه هو الجير ده؟ هي بوايا الاكل اللي احنا بنفشل ان احنا نشيلها من على السنان، وتتساب فتره طويله بتبدا تتصلب. اوكي. مشكلتها ان هي لما بتتراكم كميات كبيره زي ما شرحت لحضرتك من شويه، بتبعد اللثه عن السنان، تعمل حاجه اسمها جيوب. الجيوب ديت فراغات ممكن توصل الميه الساقعه والحاجات اللي احنا بناكلها لو ساقعه او سخنه للجذور تحت. الجذور ما فيش حاجه تحميها، هي منها العصب على طول، فتبدا تعمل الم للمريض اثناء تناول الحاجات البارده او الحاجات السخنه. طيب حل الموضوع ايه؟ ان احنا بنعمل عمليه تنظيف زي ما شرحت لحضرتك للجير ده، المفروض حاجه بتتعمل دوريا كل 6 شهور. وانس ان ده بيحصل، الجيوب ديت بتلتئم في خلال 5 ايام لاسبوع وبتختفي المشكله. الفتفته اللي هي بتحسها ديت هي مش سنها بتتكسر، دي حتت من الجير، لان الجير ده مجرد ترسبات جيريه، حاجه ضعيفه مع الاستخدام ومع الاكل بتبدا تتفتفت ويقع منها حتت، فهي تحس ان السنان من جوه شارب، السنان من جوه في حاجات بتقع، ده مجرد حتت من الجير بتتفتفت، وده حاجه بتدل ان في جير كتير موجود هنا ولازم يتشال. ده حاجه طبيعيه جدا ان اي حد يتراكم عنده جير، ومفيش حاجه تمنع ان هو يتراكم. يعني حتى لو احنا بنغسل سناننا بطريقه منتظمه وبطريقه كويسه، في حتت الفرشه بتاعت السنان ما بتوصلهاش اصلا، زي بين السنان وبين بعضها وبين اللثه وبين السنه. فالحتت ديت لازم الدكتور هو اللي ينظفها لنا، وعشان كده بطلب من اي حد ان هو يلتزم بتنظيف الجير اتليست مره كل 6 شهور. دكتور احمد نورتنا النهارده. دكتور للاسف انتهت حلقتنا النهارده، يعني يا رب كده تكون ضيفنا على طول دايما ان شاء الله. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده، واتمنى تكون الحلقه مفيده للمشاهدين، وان شاء الله اكون مع حضراتكم قريب تاني ان شاء الله. ميرسي اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده، انتظرونا في ميعاد جديد والى اللقاء.